السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم فكرة خرافية. فقبل ما يبدأ المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين. نبغى دعمكم على هذا المقطع، إذا تبغون أكررها مع يوتيوبر ثانيين. الفكرة هي أنا اليوم راح ألعب كأني ريان، ريان راح يلعب كأن أنا. كيف يعني؟ يعني شوفوا المقطع الحين، أنا قاعد أمشي بشخصية ريان، لكن إذا أنا صوت أو سويت ريبورت أو سويت إمرجنسي أي شيء أسويه ريان يتكلم في الديسكورد كأنه هو اللي مسوي الريبورت. فأنا اللي علي أني أمشي بشخصية ريان، وريان اللي عليه يمشي بشخصيتي. ما أدري فهمتوا أو لا، لكن راح تفهمون من المقطع. أدري الشيء هذا يلحسن مخ شوي، الشيء هذا يتعب، لأنه وانت تلعب لازم تفكر وش بتسوي وش ما تسوي. مثل ما تشوفون هذه اللقطة، ريان ضغط على إمرجنسي، وقتها أنا أتكلم. فالمقطع رهيب جدا. أنا راح أنزله اليوم، ريان احتمال ينزله بكرة أو بعده. إذا نزل ريان لا تجون تقولون نفس مقطع سلوم، لا، مقطع ريان مختلف. ليش؟ لأنه قاعد يمشي بشخصيتي، أنا قاعد أمشي بشخصيته، هو يمشي بشخصيتي. أنا راح أجيب الفيس كام حقه، لقطات بسيطة، لكن هو راح يجيب الجيم كامل منظوره الشخصي لشخصيتي. أتمنى أنكم فهمتوا، ما أدري فهمتوا لا، لكن الشيء متعب في الشرح، لكن بتفهمون بعد كم راوند. المهم لا تقصروا بالدعم وخليكم مع المقطع. أذبحكم. مو صعب مرة يا عيال. أوكي. طيب يا جماعة، أنا كنت في الكوميونيكيشن وأتوقع سلم شافني، صح؟ ياب ياب. طيب، وأنا قاعد أسوي الداونلود أشوف في فنت تتحرك عند الشيلد، أروح هناك ألقى مين؟ ألقى هيرو. رقيت فوق عند النافيجيشن ولقيت جثة خالد. عندك أي كلمة هيرو؟ إي نعم. لقيت الخالد قدامي النافيجيشن. طيب والفنت وش سالفتها؟ البنت يا أبوي كيس، متى دخلت أنا مع بنت؟ طيب دائما قلتها ليش ما صوتت أنت يا هو؟ قتل وسوى ريبورت على طول كذا، ما داعي. طيب ليش كنت لاحقني من شيد للنافيجيشن؟ انت ضل كول داون ينزل. انت قتلته قدامي، شلون لحقتك؟ ما قتلت قدامك، ما جيت، ما شفت الجثه عند يا وي. انت قتلته وسويت ريبورت على طول. طيب شلون تبي اسوي ريبورت ها؟ طب ثواني يا سلوم. هلا. يوم خلص من مهمه الاحجار اللي بالويبنز وين توجهت؟ شافني شمونه متفوز. وين توجهت يعني، للاوتو ولا كملت الكافيتيريا؟ لا كملت الكافيتيريا. اوكي كويس. انا اخر شيء ترى بالاوتو. قول لي محمد، شفت هيرو يذبح؟ ما يذبح صراحه. انا ما ادري، انا ما ادري مين يصدق صراحه. انا شفت هيرو يذبح وبيطعب محمد. انا اقول سكيب لان واحد مات. يا حرام يخلونه. والساس على هيرو، الساس على هيرو. خلص الجيم سوا محمد. طيب يبي انت مبوستر ما هي صعبه. مع المسح حد يا اخوي. والله صعبة جدا يا عيال، يا ساتر. لازم اتكلم باللسان ريان وانا ريان اتكلم بلساني. يا رب يا رب يا ريان يا رب. يرجاني جان هيرا جيجي وخلاص. اوكي اماكنكم شباب؟ مش ما في شيء الالكتريك. لاني شفت فنت يتحرك. انا توني طالع من الالكتريك، مريت بكلاش. وش تقول كلاش؟ الفنت اما في الالكتريك او الميد باي، صح؟ يب. طيب ماني اتوقع اني عرفته. وشو انا بالكاميرا؟ ها انا ما شفت احد، ما شفت احد، بس شفت ال لا انا ابغى اشوف اماكنكم عشان اقرر من الساس يعني كبير. طيب انا نفسي من داخل الالكتريك. انا من دخلت الالكتريك لقيت اسم طالع منها، سويت ما في احد في الميد باي ابد. الواير، ثلاث دواير دي، سويت الوايرز وطلعت. محمد فواز. اوكي انا كنت، في الكاميرات. انا يمكن في الكاميرات ما ادري، فتحت الكاميرات لقيت محمد طالع، ما ادري اذا متى دخلها. طيب سكيب. اصبر لي البنت اي واحده اللي ما ادري. انا شفت الميد بي والكاميرات ما تحركت. صوت انا اسوي سكيب. انا صوت على واحد. انا سلوم انت. انا شوف بقول لكم، انا دخلت السكريتي لقيت ميزكس، رحت رياكتر ابى اتاكد اذا عندي تحدي او لا، وانا راجع شفت الكاميرات ما تشتغل، قلت معقول ان ميزكس مقفك؟
رحت ما لقيت اصلا موجود في سكيورتي. لقيت قبالك في الغرفه الثانيه؟ لا ما شفتك. كنت موجود طول الوقت. انا نزلت على الالكتريك. لا ما شفتك. نزلت على الالكتريك ما شفت الا شوف الراوند الاول كان هيرو، الراوند الثاني ميزكس. بس اقول لكم يعني صراحه ايه سويت، كنت بالكاميرات طول الوقت. أوه. حتى فريكي كنت سويت مع تاسكات يا ابوي. ماني مبصر عشان اسوي فريكي. ما في فريكي يا مزك. مو فريك قصدي عقش مدري وش. انا من عاد من الاسترج للشيلد. شباب بس اربطوا الراوند الاول مع الربط الراوند الثاني، تحسون بفرق. ايه بتحس انه انا ما ادري انا صوت عليه صراحه. بس صوت على اي واحد. اقول لك الحين ترى انا تكتب والله. اوكي يلا. ما قتل خالد قدامي. اها ليش صوت علي يا شباب؟ مو بعشاني في المدبي يعني. انا هي النكبة. ما في جنو سكبت. هي النكبة. طيب خلصنا مهمات، لكن لازم نتكلم بلسان ريان. والله العظيم انكب شيء ذا. طيب اماكنكم كلاش نافيجيشن مع محمد فوز. معي لا نافيجيشن انا كنت اللي موجود معك. يا ما رحت عند الوبنز. محمد فوز. اوكي انا وهيرو كنا نمشي مع بعض اخر شيء في عند ال ايش اسمه هو على اليسار ذا رياكتور. سيب محمد. انا مع كلاش نافيجيشن. عقش شفته كان معي سلوم. انا حول استرج دابي كافتيريا اخر شيء صار. طيب كنت امشي انا وعقش ولقينا الجث بادمن. دقيقة انا طلعت من النافيجيشن شايفك جاي من السيب حق ال او زاوية السيب حق النافيجيشن. من جاي كانك جاي من الشيل. يمكن طلعت من البن. لا انا كنت نازل. كنت نازل؟ لا كنت طالع لي بعدين نزلت معي. لا كنت نازل بعدين مشينا انا وياك وشفناها بادمن. انت مدري وين رحت. انا كنت نازل فوق لقيتها بادمن. كلاش انا جينا مع بعض صح للنافيجيشن كذا. انت وقفت عن الوبنز وانا رحت النافيجيشن صح. يوم رحت عند صح جاء من عندك ميزكس يعني ما نزلت النافيجيشن. قابلت محمد فواز. طيب محمد فواز انت شفت ميزكس مر من جنبك ونزل؟ ما ادري انا قابلت اثنين في الكوميونيكيشن انت واحد ثاني صح. لا انا ما كنت في الكوميونيكيشن. انا كنت معي. اقول لك طلع من جهه الفنت يعني انا ما ادري هو طلع من الفنت بس اول ما طلعت من النافيجيشن شفته جاي من وجهي بوجهي كذا من جهه الفنت او من جهه السيب ما ادري هو طلع من الفنت ولا السيب. فطلعت الجثه في الادمن فاتوقع ان ربطت الاشياء هذه انه هو لانه يقول هو نازل وهو جاي من تحت. كلاش جيت انا من فوق. كلاش كان يسوي حقه الويبنز. نزلت انت ما ادري وينك رحت وانا نازل انت طلعت لي من النافيجيشن. انا اقدر اضمن ان اوسمز ما قتله هالقتله بس هذه القتله واقول نضمنها ونطلع محمد من الحين. اضمن محمد فواز. انا اقول احنا ثمانيه. احنا ثمانيه ولا داعي ثمانيه قتله كذا بلاش ثواني. طيب انت اضمني انا ما اضمن كهيرو. ممكن هذا الراوند بالذات انا صراحه مسيب الامور. انا كنت مشيت معك اخر شيء في سيب رياكتر لكن ما ممكن انت الامبوستر ومخلي الثاني هو اللي يذبح. ايه انا اضمنك هذه القتله بس ما ادري سكب ولا انا اقول حنا ثمانيه ولو صوتنا انا ما ادري اذا بتصوتنا علي بكيفكم لكن ثمانيه انا اسوي سكب. يا بسعود قتلته قدامي مهام يا عيال. ثواني يا عيال هو قال قتلته قدامي. هذا المهمه مو بجالس اتخلص ابدا يكمل. اوكي اخيرا تكلم هير مكانك. الحين بالكافتيريا انا صار ريان يتكلم بلساني. عقش انت في الكهرب صح؟ اني عايش انا. من وين جاي؟ جاي من جنبك تسوقها؟ محمد من وين طيب؟ من السترج. طيب من ادمن السترج وشافني محمد وشافني مين كان حتى دابي كان حتى هو بس اقول شيء في الادمن يا اخوان ترى هيروز ما اتوقع راح للكافتيريا نزل تحت هذا اول شيء. ثاني شيء اتوقع دثه محمد اتوقع دثه بالسكيورتي اللي قتل راح المدبي.
ريان انت كملت يمين صح بعد ما تسكرت باب السرج؟ اي انا كملت يمين. بس دقيقه عندي سؤال، هيرو وين كنت اخر شيء؟ قلت لك انا شو اسمه فوق يسار بالكافتيريا عند الاسلاك اللي فوق يسار اسويها اخر اسلاك هذه حقتي خلاص اخر تاسك. قبلها كنت في اي ممر؟ قبلها كنت بالممر اللي حق الادمن والكافتيريا كنت مع دابي. يحسب اني نزل تحت بس اني رقيت فوق. كان في واحد عقش اتوقع، شفتني عقش ارقى فوق صح؟ من وين؟ ما نزلت انا تحت معك، رقيت فوق. انا ما شفتك يا هيرو بس اللوج. يوم انقفل الباب علينا رقيت فوق، انا ما رحت السوريج. ايه رقيت فوق. متاكد يا عقش؟ انا احس انها سيلف ريبورت. لا انا ما اتوقع انها سيلف ريبورت، اتوقع انها هيرو. اتوقع انها هيرو. يب انا مع وسم من الراوند الاول. شوف تبعات الراوندات كلها. انا اعتقد انه هيرو. واذا بالعكس إخوان... اذا متابع الراوندات اللي قبلها محمد. طب انا داري انا متاكد 100% ان محمد لان قتل قدامي. في تابعات من هنا وفي تابعات من هنا لان محمد كان يفزع المزكس. ما ادري اذا كان وصل غالبيا ترى مزكس هو البوستر، فكان محمد يوجه يحاول يوجه على واحد غيره فهمت؟ ايه كان مع ان كانت يعني الامور واضحه لكن قاعد يوجه غير. دي دابي انت شفته واحد يروح من سكيورتي المدبي صح؟ اللي قتله سوى فنت؟ سوى من سكيورتي للمدبي. ايه اتوقع ان محمد قتله راح فنت مدبي رجع ديور مستوي ريبورت عشان ما حد يشك فيه. محمد كان حولي، محمد في النهايه كان حولي. اسمع يا سورة. اسمع شباب كيف حولي؟ انا بقيس من اول راوند، من اول راوند خذت كلام او نقاش بين هيرو وبين محمد، حاولت اقيس وحاولت اني افهم الكذاب والصادق. معها بديت استوعب ان هيرو هو القاتل، هو الامبوستر صراحه. طيب ليه اوسنس ثانيه؟ اوسنس وش الدليل يعني؟ اكثر من دليل هذا واحد. ثانيا محمد كان جنبي طول الجيم ونهايته خصوصا، وانت تقول هو القاتل. ما هو القاتل، اللي هو ديور سوى فنت كذا. انا في الجيم كنت عند ريان بعد على طول على اللور انجن. طيب اخوان الحين عقش كلير ولا ايش؟ ما ادري، ما في شيء يثبت انك ما ادري. انا اسمع بس الاكيد هيرو. اكيد انا حاليا اكيد انا بالنسبه انا انا من وجهه نظري الاكيد انه محمد. طيب يا اخوان عندي فكره نطلع هيرو ونحط ساس على محمد وعقش. حلو انا ما عندي مشكله. انا ما عندي لا دقيقه، احنا عقش خمسه اللي كان بوسترين بوستر. هلا محمد صوت محمد. وش الشيء اللي خلى عليه ساس؟ محمد هو اللي دافع عن مزك. انا هيرو انا كنت باللوج وعقش تقول انه هيرو طلع فوق. واول شيء الستورج ما كان فيه يوم شفت والله والله اي ما كان فيه اي شخص. وكيف دريت انا ما في اي شخص؟ لا اقصد ما في اي شخص. محتاج طلع لنا واضحه. وانت قلنا طلع فوق ما في اي شخص باللوج وانا شايفه ينزل متوجه لل لا 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 هو انت يمكن ما شفته هو طلع فوق كان مقفل هذا. وانتم تناقشون جي جي يا عيال بدري ورا مره مستوى ما صوت. انا مت وبغيت اتكلم. كلاش مين الثاني؟ قتلته كان فاكر انا مزيكس مستر يا رب بوستر عشان الكبريان يا رب. جيجي ريا جيجي جيجي لازم اخلي احد يشوفني عشان ما يشك. أبي أماكنكم قبل الأوتو شوي على طول قبله. وينكم؟ آدمن استرج. أذكر أنه كان فيه ميزكس وسلوم واحد ثالث بالآدمن وفهد أفضل كان بالآدمن مو بنتم خالد بالآدمن معنا كان
ما شفته انا. الا قاعد احمل ملفات كنت. الا في النهايه في النهايه. لا بعد قبل تو جست احمل ملفات. مين كان في النهاية؟ لا قبل تو حتى انت يا فهد كنت تضبط الرقم. اي هذا في الاول. طب اقول طب كمل اسهل بقول شيء. كلاش ويرك ستورج دابي قبل بالستورج بعدها ادمن شو اسمه اسمس قبل الريبورت كنت في ستورج رحت اللور انجن. ايه شفته بحد شاف احد. ايه كلاش انت من وين جاي؟ من اليسار يعني فوق يسار؟ ايه جاي من فوق يسار. محمد شافني وانا اسوي كنت رايح اسوي مهمة البنزين فوق اليسار اللي الابر انجن. نزلت على اللور انجن وظهرني قابلت ريان على طريقي. يا عيال فيني ضحكة يا عيال فيني ضحكة. رجعت ابي اروح الرياكتور. تعرفون الشعور اللي عقش؟ ما ادري. انا كنت في الكافيتيريا ورحت صلحت الاوتو وشافني المزكس بعدين انا نزلت تحت كمل. يب صلحت. كلاش انت الحين بالضبط انت وينك؟ سيب الالكتريك ما بين الالكتريك وستورج. اوكي طيب قبل لا الاوتو بشوي كنت بالادمن واللي اللي بالادمن مشاهدين كنت على الطاولة. انا لقيت مو بنت اللي بلاد مشاهدين لقيت انه واحد سوى فنت من الكتريك المدبي. انا على طول رحت المدبي ما لقيت احد. لفيت مع اليسار رحت الالكتريك عشان الاقي الجثه. لقيت الجثه وانا طبعا جاي مع اليسار زين وما لقيت كلاش بطريقي. هو يقول انه بسيب حق الالكتريك ومو بهناك. وبنفس الوقت هو بالاغلب انه هو اللي سوى فنت للمدبي وثم رجع ما ادري وين راح. طيب هيرو اوسمس شافني، عقش شافني، محمد فوز شافني. عقش شفتك اول جيم. محمد فوز مات اول جيم في ثلاثه سلوم شفته في ستورج. عقش شفته في الالكتريك. اوسمس شفته في ستورج. شفت يمكن اربعه في ستورج وكلهم شافوني في النايم. اول جيم اول جيم شفتك. شافوني كثير ما ادري من اللي شافني يا عيال في النايم. الالكتريك برضو ما ينكر اقرب واحد لل شباب. انا هناك كنت لور انجن يعني ما ادري بعده وش صار مع كلاش. أيوة هو كان جاي من اليسار. انا ما ابرأ تماما. طيب كلاش اقرب واحد للمدبي. انا ما قرب لا يا اما لا ما قربت ابد للمدبي يا هيرو. ابر انجن انت اقرب واحد. طيب في بنت لا اصبر الحين كلاش تقول انك جاي من يسار ونازل على تحت. محمد انت شفت محمد محمد فوز كان يراقبني. اوكي ما في شاهد شاهد لي. طيب ثواني قبل كل شيء الجثة ما اتوقع انها مدبي. طيب بقول شيء بس. طيب دقيقه وش دراك انه مو مدبي؟ مو بنت قايل انها انك ما لا انا شفت لاني انا شفت محمد فواز يدخل الالكتريك وهو شافني اخذ البنزين. انا تركت محمد فواز في الالكتريك رحت فوق. تسال كلاش صراحه انا صوت كلاش سكيب. كيف اوكي كيف صوت؟ انا صوت سكيب. يس الحمد لله. لازم اللي معي عقش هذا لازم يذبح لازم. كنكم الكتريكل مع الكتريكل. انا كنت وريان. اي انا كنت ريكت. انا جيت من انا دخلت على هيرو في السكيورتي بعدين هو طلع. انا كملت على الكاميرا. دابي ستورج وين اجي وين طلع من الالكتريك مره. أيوة شفت داخل معنا. انا شفته طلع. طيب ريان وسلوم جاي من الادمن. انا كنت جاي شو يسمونه جاي الكهرب جيت بصلحها الا صلحته انتو. جاي من ورد وين؟ جاي من ال شيلز من ستورج. ايه ايه طيب ريان نفس. انا جاي من اللور انجن خشيت بصلح ال شلون من اللور انجن شايف في ستورج تو. ايه انا بقول لك المسار. طيب ايه هو يا ما انا جيتكم مريت من عندكم شفته جاي لور انجن دخلت على الالكتريكال بعدها رحت على ستورج. اخر شيء قبل ريبورت على ستورج. انت ما جيت الالكتريكال من ستورج؟ لا الا
لا داخل على الالكتريكال من اللور انجن بعدين روحت على والله انا مصدق ما ادري انا اظنك شايف من كوستورج الزبد انا الجسه في الادمن جسه خالد كلاش ما ادري عنه ساي حق خالد احد شاف ريان طيب بيسلون متاكد انك دخلت الكوستورج ما كنت طلعت منها انت كنت تحاول تصلح وانا اصلح من الشيلد ورايح على شو اسمه كان عندي مهمات على اليمين يوم جيت بصلح الكهرب لقيت ثلاثة طالعين في الستورج رجعت على الشيلدز انت قلت من الشيلد ايه يعني ترى في فنت في سيب النافيجيشن طيب منه. طيب اصلا جاء الكهرب على طول وجيتكم الا انت صلحتوها على طول ما يمكن 10 ثواني او 20 ثانيه والغلط الكبير والغلط الكبير انك لا ما شفت احد انا شفت قعدت تفرون كذا وحول الماك ذي اللي هي النافيجيشن ذا بس شوف لا نافيجيشن ايش دخل جيت انا في النهايه اصلا بس قاعد شفت كم واحد وما اتذكر طيب يعني قبل الريبورت بشوي ما في شيء لانك يعني عند الكاميرا تلاد فهد في الادمن لا ما شوف بس شوف انا بقول بيسلم شيء انه غلط كبير انك تقتل من الادمن وتطلع من الباب ذات ان الادمن منطقه كذا حاميه حولها ناس فانا اتوقع انك طلعت من الفنت ورحت تشيل اصبر انا اقول لك انا مخلص مهمات شو اسمه كان عندي مهمات حتى فوق في النافيجيشن وزي كذا رحت الشيلد خلصت المهمة جيت بأرجع جاء الإلكتريك هذا حق الفيكس جيت بأصلحه وأنا في طريق الستريج لقيت اثنين طالعين ما أدري من كانوا ما شفت الشخصيات ولا أتذكر الألوان رجعت جاء هذا الريبورت طيب وين حط على سلوم ساس ومساس كب هي وش اللي علي شو اللي علي طيب لا أنا توني بس بقول لك يا فهد إن فكر مين اللي كانوا معنا في ستريج وشوف اللي برا مين اللي كانوا برا يب احنا ترى كنا غالبيتنا جهه اليسار ترى غالبيتنا هناك مين اللي كان برا لا انا شايفك تذكر ستريج انا في ستريج انا دخلت عندك في الكتاب جاي من ستريج انا شايف جاي من لور انجن جاي من لور انجن دخلت بصلح فيكس وطلعت على على ستريج بعدها اخر شيء قبل الريبورت تمام مساس على بيسلم مسكب جس بالادمن على بيسلم ليش يعني ما خلصوا مهمات اليمين في الجهه اللي حول الفنت هناك لانه ما حد بيطلع من الباب للادمن يوم يقتل والجثه الجثه يقول في الادمن يقول ما ادري مين قال انتبه بس على ريان ولا ممكن حتى شايفيني ثلاثه ترى اقول لك يعني شايفيني ثلاثه للستوري سيلف ريبورت فات الميكروب من إذا حطمت وغلط الزبدة مكانك يا هيرو ظهرني توني شطفت أتوقع أسمز وعقش قدام الأوتو ياب كنا بلنا بقيشن أسمز أتوقع كان بلاتو أوكي طول الوقت مع بعض ولا في احد تفرق لا توني قابلت الكافتيريا جاي انتو من انا الحاري من الكافتيريا وقابلتهم اثنينهم تحت الوفد انت اوكي من اللي قابلتهم اوسمز ومن اوسمز وعقش اوكي طب سلوم وين كنت انا عند مين امزد توك شايفني انا فوق الكافتيريا فوق يسار بس شفتك من زمان مو قريب الزبدة انا كنت في ستوريج بستوريج على فوق على فوق على اخر ستوريج كنت رايح على فوق على الكافيتيريا اوكي هذا اللي اتذكره طب يا اخوان الجثة بستوريج متوجهة للالكتريك كذا على اليسار شوي عند الباب الستوريج وسيب انا قايل لكم من قبل ان عندي مهمات على اليمين لحد الحين على طول يصوت انا قايل لكم كان عندي مهمات على اليمين يا اخوان انا متوجه للستوريج الا والكهرباء تنطفي الاقي زر ريبورت بعدها ارجع للالكتريك واتذكر ان في زر ريبورت فارجع واسوي ريبورت اذا هناك اتوقع ان يا هيرو يا سلوم يب واحد منهم انا بدايه الجيم يوم كنت معك يا ميزكس ووسمس بعد كنا بالالكتريكال اول ما بدا الراوند بس طلعت رحت اللور انجن لقيت عقش ويلاحقه توب فهد فما ادري يا اخوان
ترى سلوم ما اتوقع، يمكن هو بس ما اتوقع، لانه سلوم اول شيء انا سويت سكان قدامك بالمدبعي ياب ياب، وهو كان يقدر يقتلني لان كنا انا وهو بس مفردين ياب ياب. فانا اشوف الساس اكبر اللي ما قد شفته بالجيم كامل والقليل بتجثه هو ام زد اكس. انا إيه انت كم شيء تقول لي الساس هيرو وسلوم الحين حطيتها فيني؟ طيب انا مسوي سكان اصبر انا 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 وياه مع بعض يعني في المدبي يمديني اخش فنت لو قتلته يمكن عادي. في احتمال يعني يكسب ثقتي بس يمكن على كل ترى لنا كثير هي تصير. بس انت يا ميزكس ما قد شفتك وسلوم واوسمز وهيرو، لا اقصد اوسمز وعقش وهيرو كان نوعا ما مع بعض. طيب ما عندك اي دليل ان انا انت بس حطيت اللي او هذا معي بعدين قلت ان انا والباقي مع بعض. انا كنت بالالكتريكال بالبدايه ما ادري من كم معي طلعت يعني. مر مني من فهد وانا رايح من سترج فوق، انا الحين فوق يسار بكافيتيريا. طيب دقيقه وقال... الحين كلاش ضامنينه انه كلاش هو برا البوستر ما ادري 80% لا مو بكيد مو بكيد يابا يا بس عشان كذا انا اقول ترى الانوار طافيه معناتها اذا صوت لنا الحين احد وباقي بوسترين يمدينا نشغل النور ونسوي ايمرجنسي ميتنج مره ثانيه ما يمديهم يدبلون. شوف عقش يمدينا نطرد اثنين اوكي عقش اخر شيء كنت مع هيرو اخر يوم قابلنا اي شطفتنا بس اخر شيء كنت معه لا انا شطفتكم انا جاي من كافتيريا الحالي الحالي اخوان على نفس الحلقه ام زد اكس سكيب ايمرجنسي مره ثانيه وانا شاك اي سكيب ايمرجنسي يا ساتر انا بقى المزر انا بقى المزر الله نكبه شوف أنا بتخليني أتكلم في البداية كان دابي يتفق معي قلت له الساس أنت وسلوم قال إيه بعدين في النهاية قلب قال لا أنت الحين أنا شاك فيك أنت الامبوستر واثق بالكلام أقول لك ليه أنا ما كنت أنا شفته أنا شفته أنا شفته وهو يسوي سكان قدامي عشان كذا بريته. طيب طيب لو بيخلص المهام كان ذبحني خلاص أنا واقف عنده قاعد أنتظر كذا أسمز هلا يبي يكسب ثقة بهيرو. شوف انا الراوند الماضي شطفنا صدق انت هيرو شطفتنا الراوند الماضي ايه بالنهايه ما اي ما اقدر اضمن احد انا ما اقدر يعني ما اقول لك اني شفتي خلص مهام حتى لو خلص مهام فيك انا ما اقدر اضمن احد. طيب انا شوف بقول لك مساري انا بدايه الجيم كنت بالالكتريكال مع اوسمز وفيزكس ثم رحت عند لور انجن اول ما طلعت رحت يسار لقيت عقش ويلاحقته بفهد اللي هو مات كان يلاحق عقش متى ثم رقيت لفيت كذا دورت جثث ما لقيت شيء سويت تاسك اللي هو الباور دايفرتر فوق عند الابر انجن ثم رحت يمين لين ما شطفتك انت وعقش يا اسم. طيب متى وين يا اعطيتك الراوند كامل عقش الراوند كامل ايه هذا الراوند كامل راح ما قابلتك استفهد انا اصلا انا شايف تفهد كي راح يا عقش تثق باسمز وهيرو انا اسمز انفرت فيه وهيرو ما ادري شطفته فأنا مدري ما أنا واثق من أحد بقول لكم احتمال بس حتى احتمال ويمكن غلط يمكن صح يمكن أوسمز هيرو يمكن سلوم أم زد إكس يمكن أنا عقش حطت كل العالم إيش بقى يمكن كلنا بوستر طيب أتوقع أن كلاش كان أنا أي أتوقع أن كلاش صدق كان ما أدري هلا هلا بي سلوم أنت تقول مين اللي انفرد فيك واثق فيه دابي. طيب دابي أنت يعني هو يشك انك انت يعني انه انا كنت شاك فيه في البدايه بس انه صار بس انه انفرد هو ما شك فيك يقول ان انت انفردت معه صح؟ شوف يا عقش سلوم كان سس من قبل شوف يا عقش سلوم احتمالية انه يكون امباستر بس هو ما كنت يوم كنت بالميد بي اسوي سكان كان شوف معروف انه اسهل ما بيقتل ما بيقتل بسرعه اكيد ما بيفضح نفسه كذا يبي يكسب ثقة اي واحد شوف اي امباستر يبغى يكسب ثقة ما بيقتل كذا وروح يقتل واحد واحد يبغى ينفرد مع واحد واحد حرفيا هذا ان شاء الله سلوم مثلا يطلع من زد اكس او نطلع من زد اكس يطلع بالاخير هيرو اوسنز انا صراحه حاط شكي كله في امزكس وفي سلوم ما ادري ويمكن سيلفي ريبورت من اللي يسوي ريبورت انا اشوفه سيلفي ريبورت خفيف كذا
لأنه هو الوحيد اللي كان جاي من الكافيتيريا على كلامه مقابل أوسمز وعقش على كلامه، هو الوحيد اللي كان الحالة فلا يمدي يذبح يروح من فوق يقابل شباب كنا يعني ما سوى شيء كذا كاسس يعني مو بني أقول هو لا ما أدري ولأنه إيش أنا ليش قلت سيلفر بورد لأنه حط تهمة في الاثنين يوم فيسلوم كان في الستورج وما أدري يوم حط تهمة عليه على طول يوم جيت في الشيلد ما أدري أنتم كنتوا حول الجثة فهمت كيف ما طب يا اخوان كيف ما شفتوها ولا؟ انا عن نفسي ما اتوقع انها اتوقع انها انا ترى دابل صوت عليها لازم اصوت انا بصوت عقش التصويت يصير صوت انا عقش انا مزكس كنت راقب من بدايه الجيم ليه عقش ليه عقش انا كانت اقرب واحد مع تفهد انا شايفه مع تفهد عقش سلوم كل واحد صوت على مزكس شايفه يسوي تراش الجزئين والداونلود الجزئين لا يا اخوان لا يا عيال وشو ليه ما صوتت يا علي معلي يا لا نروح فيها خلص مهام عيالك طعم النكبة طعم النكبة طيب ايه عيال لازم طلع واحد لازم اصوت والله لازم اصوت يلا الحين اصوت بسرعه انا بصوت في اللي اشوفه صراحه اي بس لا لازم نصوت مع بعض لازم نصوت مع بعض لازم نصوت مع بعض لازم نصوت مع بعض يا اخوان اخوان ذكرت شيء ترى الدفه واحده بس فالاحتماليه يكون امبوستر واحد ايه هذا اللي قاعد تقول يب او امبوسترين بس امبوسترين مفرقين يعني واحد مثلا واحد منهم اوزمز او هيرو يكون ثاني مثلا سلوم يكون يعني امبوسترين بس متفرقين وانا يكون امبوستر انا كنت مراقب مزيكس بداية الجيم سوى الزبالة اللي فوق ثم كملها الجزء الثاني تحت والداونلود بعد سوى داونلود مدري وين بالضبط ناسي بس الزبد اللي كملها يقول بيه سلوم ولا دابي صح؟ سمعت يعني اتوقع ان سلوم انت شفتها مزك سوي سكان ما كنت عنده وقتها يعني دابي اتوقع دابي كل شخص صوت على شكل دابي كان صح كيف لا بعدين شفت يسوي سكان كيف شفت يسوي سكان ما هو واضح سكان ما قلت انه كان عنده سكان واضح قلت انه كان في غرفه الميد باي وكان عنده سكان الدائره حقتها فسالفه انه يطلع ولا ما يطلع لي انا مخلص كل مهامي ترى انا باقي كيف خلصت المهام سكان هذا كلام قبل راوندين ترى يعني اوكي انا كنت جاك 200 بالنيجيشن حددوا يا سيلفر لازم صوت يا ان الجثه ما ادري يا اخوان انا اشوف كل شخص صوت على شك فيه عشان بيصير لا بعدين بيصير تعادل بيصير تعادل قبل شيء لازم نحدد على شخص إيه؟ انا عن نفسي يا اخوان بشك على اقرب واحد للجثه اللي هو ام زد اكس كيف انا اقرب واحد انا قلت الكافتيريا فوق كيف انا اقرب واحد تقدر تحط نفسك باي مكان مكان الكافتيريا حطيت نفسك كافتيريا طيب انا الحين كنت شاكب سلوم بس انت جيت وكذا حاقد بدون اي سبب تبي انا مو بحاقد انا المقصد يعني انه تقول انا وما عندك دليل ما في دليل يثبت ان انا فتبي تطلع اي احد باي طريقه هذا اللي خلاني اشك فيك بس ما كنت شاك فيك انا طيب خلاص يا عيال تبون نطلع دابي بعدين نشوف ما انصحك يا عقش لاني مو مبصر وسلوم مشهد ما ادري اتفق انتم كل واحد يصوت على اللي يحس فيه كذا قلت يا اوسم غير تصويت قبل شوي عشان يتغير شوي لا تحطون زي تصويت قبل شوي انت من متى وانت مع عقش الراوند اللي قبل اللي فات اليوم تقول انه في اللور انجن شفته وما ادري ايش لحقت فهد ايه ما بس شطفته ما شفته حتى انت شطفته يعني ما شفته احنا شطفنا بعض كلنا تحت الوقت ما كنا مع بعض ثاني شيء ثاني شيء انا يوم قابلت فهد كان في اللور انجن انا رايح للسكيورتي وقتها حتى قابل الراوند ما هو نفس الراوند اتوقع ما ادري اذا نفس الراوند ولا لا بس رحت للسكيورتي وانت حتى يوم طلعت حتى من السكيورتي انت دخلت عندك من الباب وانت هذا الراوند اللي قبله جلا هذا اتوقع الوحيد اللي قابلت فيه اكستب انا قلت لكم لا 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 والله ما ادري قلت لكم خلاص كانت مطفيه ما ادري بس هذا الوحيد اللي قابلت فيه اكستب فلو ام زد اكس الامبوستر يقدر يحط نفسه اي مكان كان مطفيه طيب انا قلت لك ما عندك دليل ان انا ما سويت شيء مزكس انت بعد ما صوت على مين طيب من الالكتريكال وين رحت ستورج وكملت فوق يسار عشان اكمل التاسك حق الكهرباء الثاني اللي هو فوق يسار بالكافيتيريا هذا هو التاسك الثاني واحد في الالكتريكال واحد فوق يسار كل واحد صوت على شيء الجيم طول خلاص بصوت انا اي شيء كل واحد صوت على اللي يبيه واذا تعادل لا نسوي ايمرجنسي خلاص قدرك مين صوت عليه ايزي كل عيال اللي قاعد افوز الريان وهذا الشيء ما ابغاه انا ابغى بري نفسي بس ما عرفت كنت اتمنى دبل
حرام استاذ بيتيلد امبوستر والله حرام لو اني صامل عليك كان هيروز اسطورتي يا عقش يا عيال حرام حرام عقش كان يرمي عقش كان يرمي 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 اخوان 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 انا ما توقعت ابد اوسم عشان بيتيلد امبوستر انا كنت واثق بمزكس يا اخي ربي اسطوره يا عقش انا داري العقش ولا اساس يا عيال بمعنى شكوا فينا الكلمه معنى الكلمه قلت ان عقش شوف اذا كانت نيتك يا صافيه على طول تصير والله لو اني صامل عليك ريان بسم الله الرحمن الرحيم جاء كذا تنني احنا بالشكل لا شك فيني ترى فهد في البدايه أنا جاي من ستوريج قلت يا إخوان أنا ما أدري ليه طلعتوا كلاش ترى من بداية يا أوسم بغيت تنكبني كلاش مظلوم والله يا إخوان شوف أوسم بغيت تنكبني يوم دخلت الفنت آخر مرة في عند النافيجيشن ترى كلاش أنا آسف يا أخي مزكس على آخر ثواني قبل ما تدخل الفنت طالع من الكاميرات ترى هيرو آخر ثاني آخر ثاني أقسم بالله تدري لو أنت تقتله هيرو طلع وراه والليل قلت كيف هيرو كويس خليني أتكلم أول رام طلعت أوسم متأكد مية منه 100% ومزيكس كيو كنت متأكد شوي بس طلع مو يوم طلعت كلاش اي انا كنت متأكد من اوسمز ما خلتوني اتكلم جاب العيد يوم يقول تحت يسار اي انا كنت بكمل عليها جاء ده بالراوند الجاي اوسمز يبغى يرجع يسوي ريبورت وقتها ما راح اقتلكم اي اشوفك تخيل يصير ريان الحين امبوستر والله جلطة اللعبة دي تدوخ الراس هذه انت الحين اذا جيت تلعبها منقص تلعبها بالتفكير لكن الحين تلعبها بشخصيه ثانيه صعب والله صعب يا عيال بشكل ما تصورونه قاعد اتكلم كني انا ريان بس في نفس الوقت لازم اعرف الاماكن لازم اني ما اجيب العيد لازم اني اثق يثقون فيني يعني والله العظيم شيء انا ودي اوقف عشان مخي خلاص ما ودي افكر بس خير الحين ريان يقتلني باسمي الله مسكين كل شيء يموت عيال انا شفت ريبورت بالذا ريان طيب الجثه شباب في الالكتريكال او لا يقول اول شيء يقطع من السباكه طيب هو بشكل عام انا في الالكتريكال فيب ابر ها هي 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 انا بالنافيجيشن كلاش مو موجود الا انا معك لا 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 يا كذاب اللمبات مطفى يا كذاب انا معك وتوني جاي معلش انا بعصت الجو قلت لا بس حب مشكله ما ادري كيف اصدقكم الحين أوكي. يا الله وين هي ورا حقه اللمبات ورا اي ورا للاسف يعني هذه صايره قبل الفيكس انا بالادمن طيب خالد طيب. انت عند الكوميونيكيشن ما ادري كاني احمر السلام عليكم عليكم السلام انا كان اكتب فهد بالنافيجيشن يصلح اللي تسوي ايم بعدين انا جيت اصلحها طفت اللمبات سويت ريبورت وكلاش قال انا هناك وهو مو بهناك طيب خالد تبي تجيب لك دليل ان هناك لا ما ابغى دليل الدليل الاول اني كنت اسوي تحديات معك صفاد فوق في الكافيتيريا دخلت الوبن سويت التحدي جيت ورا فهد بعد ما خلصت التحدي طبعا وين كنت ورا فهد يوم كان وين هو ما ادري هو انا كنت اسوي تحدي اصلا اللي في الوبنز اللي بالنص حق الايم فالمفروض من فهد شفتني صح انا كنت كلاش انا شفتك فوق في الكافيتيريا نافيجيشن لا من شفتني كنت مع اخر شيء فهد لا هلا ما شفتك هاد الا شايفه بدايه بس في الكافيتيريا وبس وش شفتني ترى في الوبنز يا فهد ابغى اخر واحد كلاش انا سويت داونلود اخر واحد شفته فهد وكانت بالوبنز ما كانت بالكافيتيريا طيب قول شيء بس كلاش قال انه كان بالنافيجيشن انا كنت واقف عند مدخل النافيجيشن ما حد دخل قبل يصير ريبورت كنت اسوي تحدي لسلاك يا خالد طيب يا اخوان وعند الباب النافيجيشن يوم يجي الريبورت ترى كانت اللمبات مقفله اقول لك عند المدخل يعني لو واحد يدخل يبان عندي انا دخلت اسوي الاسلاك ما دخلت داخل نافيجيشن اي انا عند المدخل الاسلاك. يا حبيبي ما شفتك في ذي الحاره يا خالد كذاب يا كلاش كذاب مين مين فيك اكسب انا خالد بعيد حتى عند حق تصليح الاسلاك طيب وانا ما شفتني لا ما شفتك في نافيجيشن يا حبيبي يا ابا نشاهد انا باقي اثنين اللي هو هيرو عقش وش سالفه هذا الراوند سوينا البنزين مع بعض قبلناك ترى بالالكتريك انا اخذت كذا ادخل الدائره الصغيره حقت الرؤيه حقتي باللمبات واطلع اتاكد كذا شفتك انت وعقش تسوون اللمبات
بس عيال يوم رحت فوق لقيت ترى الريبورت، ما ادري واحد سوى ريبورت بعده. لقيت الريبورت لكن اوسمز اول من دخل الالكتريك، بس ممكن في واحد قبل ما ندخل كلنا الالكتريك كان موجود. ايوه يمكن سوى فنت. يب. اي بس انا اللي خايف من الحين خالد وفهد يقولون ان كلاش ما شافوه عند وين؟ في سلوم ما سالنا. انا كنت في الادمن وجاي للكهرب فجاه تصلح وجا الريبورت. يمكن تراهم انباس من بعض. انا صراحه ما انا بصوت والله. انا صوت ترى كلاش سكيب والله انا سكيب لازم يا الفارق خاصس على كلاش وخلاص تمام لك يا قلبي العناء خلصنا مهمات كثيره اوكي ثاني بقول مع احد ذبح اوكي شباب اول شيء اماكنكم ادمن بالكبتير عندي شيء اقول انا الحين ادمن مع خالد ادمن مع خالد دابي رياكتر ما اوسمز لا اوسمز اد ريان كان معك بس اول شيء مو باخر شيء مو باخر مو عند الريبورت اوكي هيرو انا قلت مع خالد ادمن مين اللي قال اللي يبغى يقول شيء قبل شوي انا هيرو ايوه اول شيء اوسمز ومين اللي كان يسوي المدبي دابي انا شفته دابي وكان واقف جنب اوسمز اوسمز ودابي كميت 100% وعقش انا كنت لاحقه طول الوقت وقبل لا تقترب شوي يا سلوم انا كنت مع تركته وعلى طول تويتر ريبورت ايه طيب بسوي ريبورت والله ترى سيلف ريبورت شين اوكي لا ما يحتاج تحلف الله يعطيك العافيه طيب بقول شيء انا ما هيرو ما اضمنه ترى لانه دخل عندي قاعد يناظرني فجاه يسوي بطاقه مين يسوي بطاقه بنص الراوندات يا المفروض ان بطاقه اول شيء فيها انا داري فيها البطاقه اقرا شيء الكافيتيريا وش اول شيء سويناه البنزين سويته معه سويت كل شيء معه حرفيا رياكتر كان معنا ميزكس بعد سوينا ثم رحنا ميد بي لقينا اوسمز وداب يسوون ميد بي ضامنهم انا عقش ما تركته طول الجيم انا اثق ثم خليته نزلنا عند الادمن تركته بيسوي الوايرز اللي فوق ستوريج على الستوريج اللي فوق وانا رحت اسوي الكارت سوايب وكان عندي بعد وايرز وابلود اتوقع بلاد فجاه وانا اسوي الكارت سوايب ريبورت انا توني تارك عقش توني تارك طيب اصبر توه ميت دام ريبورت ليش تذب التهم علي سلف ريبورت طيب انت ما شفت الجثة اصلا توني تارك حي توني تارك حي طيب توك تارك حي قتلته هل هو معنى اصبر هل هو يعني ماشي معي في طول الطريق عشان تقول اني انا ذابحه وسويت سلف ريبورت انا اللي ماشي معي طول الطريق عشان كذا اقدر اقول انك انت اللي ذابحه وسويت سلف ريبورت طيب توني تارك حي توه مات انت شفتنا الحين انا ودابي في المدبي صح ايه متاكد 100% انا يا اخي انا دائما عندي شبهه مع اللي يقول انا متاكد من فلان 100% يذب كلام هيرو اصبر سؤال سريع الراوند الماضي صوت على كلاش ولا سكيب اتوقع اني سويت سكيب ما اضمن كلاش انا ترى انا شاك فيه نفس الكلام انا ما اضمن كلاش طيب بقول شيء بس سلوم الجثه وين قدام هيرو انا ما قال طيب انا بالادمن مع خالد قبل هيرو تو يقول هيرو المشكلة انك انا تاركه ستوريج انا تركته بستوريج وهو ميت بستوريج وتوه مات لاني انا توني تاركه بستوريج قاعد يسوي الواير وانت ما تركته سوى ريبورت على الا يوم مات وان. اي انا بالآن معك يا خالد اللي نعرفه واذا معي طب انا ما اضمنك طيب انت يمكن انك سلوم اجل ليه ممكن تكلم انك انت رميتها علي لكن ترى انا اثق فيه طيب ممكن اتكلم حلوه ما فهمت والله شباب واضح معليش فكيت الادمن كب اخوان سلوم 100% والثاني الاغلب انه خالد حرام عليكم تو تكون ضامنني الحين قلبت علي اقري الخاتمه ريانك ما انا ضامنك قلت لي ريانك سلوم فارس ميوت اخوان ميوت ريانك بو يا ساتر ريان يبغى يذبحني ها عبيد ذا ها شباب كاميرات سلف ريبورت شفته بالكاميرات وش سلف ريبورت وين كنت اصبر ريان توه مار من عندي حطيت سلف ريبورت يعني لو ذا كان قتلت ريان قتل دامي قدامي اصبر بالله تكفى سلم لا تكلم تكفى خلي علي تكفى اوكي تكفى بليز انا كلاش هذا حاقد علي من اول راوند
شباب تكون اول راوند شفت السلسل اللي عليه ايه مو غلط هذا واحد اثنين سلوم كنت ماشي معه طول الوقت حلو دخلت على السكيورتي كان هو موجود هو دابي وذبحه تو موجه للبنت تو موجه للبنت وش حطه ان السكيورتي قاعد اشوف حطه على سلوم مين اللي كان بالكاميرات يا اوسن من بالكاميرات كلاش ما راح الكاميرات حتى ذبح دابي الكاميرات كانت تشتغل ايه شغلها وراح قتل وذا بنت عادي كاميرات ما تشتغل اذا واحد عليها شغلها بيعطيها يشتغل ابو ثانيتين ويفك عادي ترى اول ما دخلت عليه بوجه للبنت هو كان موجه بنت او ريبورت والله ما ادري بس كان عند الكاميرات هو ذبح دابي طلع على الكاميرات على اساس اي واحد يجي يقول اوه والله شفته طيب انا ما شفت الجثه عند عرفت الاسلاك اللي قدام الكاميرا شفت ما تخسرت انت كنت مع سلوم شفت الجثه معه قبله انا كنت ورا سلوم انا كنت امشي معه طول الوقت انا كنت امشي معه سوى الريبورت قبلي كان يمديني اسويها لكن سواها قبلي والجثه عند الاسلاك لا عند الاسلاك طيب خل الجثه كم فهد وخالد وين كنتم انا قاعد اتهاوش مع حقنا اللمبات يطفون واشغل كيف شيف كلاش الحين رمى على خالد وفهد لا ما رميته انا سالت الاماكن طيب يلا وفهد كلاش وين كنت فيه انا الكتريك فهد مار مني بعد يوم كان انا وريان وفهد مار من عندنا الجثه وين اي اسلاك شباب انا بديت اخاف ان في اثنين بوس عند سلوم سبقني وانا كنت وراه جايين من فوق عند الاسلاك كان دابي عند الاسلاك اللي عند السكيورتي اللي طيب. اول ما تفتح الكاميرا تشوف السكيورتي عرفت ذاك السهم المكتوب سكيورتي يمين دابي تو شاطفني انا كنت عند نافيجيشن تو شاطفني طب دقيقه كلاش يضمن ام زي اكس كيو واسم يضمن في سلوم لا انا ما ضمنت ام زد اكس كيو انا كنت امشي معه انا ريان شفت السته هذول كلهم ما اضمن الا واحد انا البقيه ما اضمنهم صوتوا علي خليه يضمن نفسه لا يا ابوي انا صوت انا صوت عليك من الراوند الاول ترى يا عيال واضح معليش كلاش يلعب بشغل امرجنسي بقول شباب انا ضامن نفسي صوت لا يا اللعاب الربح اللي قبل قلت انك تضمني الحين قلبت علي اصبر عيال تكفون خل ركز على مزد لانه قاعد يفزع الكلاش يا اخي راح هو للسكيورتي شغلها على اساس يضمن كل الجيم ضامن الرجال الحين ماني ضامن الرجال وهو يدافع عني اصلا ما شفته انا مزد انا اصلا مزد شايف 15 ثانيه يبغى يضمن كل الجيم ان الكاميرات تشتغل واني شفتهم هذه حركه قديمه اذبح روح الكاميرات اوه والله شفت فلان وعلان لا انا ما افزع له انا اقول القتله هي القتله ذي مو هو اذا كان عند الكاميرات يوم طلع الحين ما افزع له طيب خسرنا حرفيا خسرنا ريال قاتل ريال قاتل طب شغلنا السلام عليكم فهد هلا تثق فيني انا الصراحه اثق فيك اكثر واحد ما اثق به النقاش اللي تو كان سلاح ذو حدين يعني يا نركز على ذا يا ذا واثنين يفزعون البعض واثنين يفزعون البعض تمام طلعنا واحد من هالاثنين خل نطلع سلوم ايه ايش دخلني انا سلوم ثاني اصبر فهد انت شايفني وانا مار من عند ريان ايه مالي دخل انا مشيت من عند سكيورتي ورحت وذا يوم رجعت لقيت الجثه كذا واللي كذا لازم نطلع احد يا فهد طيب امزد كان يدافع عن كلاش ما اضمنني كلاش ما كان يفزع لي بس انا اقول لك القتله ذي مو كان يدافع عنك في البدايه بعدين قال انا ما اضمنه بس انه كان عندي سؤال بس انا عندي باقي لي تقريبا تحديين باقي واجد ولا كثير فوق البار باقي واجد لازم نطلع واحد سلوم لازم نطلع الوحيد اللي قدامنا واضح سلوم وش اللي سلوم انا كنت امشي وفهد شايفني وريان شايفني في اللي سلوم تستهبل انت ريان انتم اثنين تضمنون بعض ذيك اثنين يضمنون بعض طلعنا واحد من ذيك لازم نطلع واحد من هذا عشان نضمن امزد قوي امزد خوي كلاش الحين لو تصوت على امزد خلاص فزنا فهد صوت ثانيتين ما راح صوت فهد يا مجنون الله ينكبك فهد امزد واضحه هذا وانا مستانس الله جيجي لا تحلم اهربوا شغل يا دوا يا وصي يا وصي يا وصي مرسي نسا يذبح يجي يجي الله
يا اخوان ريان القم خلوا اسم تكلم خلوا اسم تكلم فهد فهد اهنيك معليش اهنيك والله اهنيك ابد ذبحت العالم كله يا اخوان بس والله يا اخي حرام يا خالد لا تثق احد فهد خالد ايش وضعك تقول تثق تثق اللوم ذبحك في الليكت في السكيورتي ايه بالسكيورتي ذبحني يا اخي قدامي هو كان شلون فهد ما تحب سالفه تسترج حقتي يا مذبحني تدري انك كان يمديك تنهيها من زمان شباب شباب نقول لكم شيء شباب بقول لكم شيء انا وسلوم طيب شباب تدرون ان ريان انا وريان انا ريان فهمتوا ريان اللي هو في اس ال لا ايي اوسم لا يا شيخ ريان دقيقه ريان هو اللي يذبح وانا اللي باكلها والجيم اللي راح انا اللي اذبح وريان اللي ما اكلها يعني هو يبرر لي اذا انا ذبحت وانا انا ما تشوفوني اقول وين من اللي كان عندي اخوان الحين ساين هو اوسم عقش 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 في الجيم الماضي تقول انا اللي اكيد تمشي معك يا عقش اوكي انا استغربت انا قاعد اشوف سلوم اللي قتل ما اشوف اوسم جنبه انا اقول سلوم هو اللي قتل ريان يقول سلوم لا اصبر انا بروح اتكلم عنك ما يبغى يطلع ريان كبريراتنا ما ادري كيف جاي مخي بس والله ترقيع دقيقه يا ساتر يا عيال مخي مخي جاي ايرور حتى انا مخي جاي ايرور انت قاعد مقلب انا اللي حس انا مقلب وريان ناكبني كل شوي سيلف ريبورت سيلف ريبورت وانا اتكلم وما ادري وش اسوي اسوي حركات صاخه وش اسوي اروح للنص مش كف الراوندات ماشي معي صح هو سمزو قاعد يعطيني بعدين يقول شهطفة انا اللي خمني بريتني يمكنها بالمدبي وسويت سكان انا 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 اصبر انا كنت عندكم انا كنت عندك في المدبي ريان شفته طل ورجع فقلت انا جيت مريت من عندكم وشفته لازم اني اراقب ريان حتى وين بيروح وين يجي والله يا ريان سلوم وانا ادري ما حسيت توقعت انكم راح تسوونها والله العظيم خالد ترى يدري هو اللي قايلنا سووها تدري اني حسبتك ما سويتوها بس اني اسوي جاين لا احسبك انك ما سويت اللي قلت لكم عليه انه مو باين والله مو باين الجيم اللي راح اذبح انا اذبح اذبح هيرو هيرو كل يوم تذبح سلوم في الامرجنسي في السكيورتي اول جيم ايه 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 ذكرتي ثم يوم ذبحت اللي هو سلوم راح تتكلم بلسان اوسمز اللي ما زال حي اذا سويت ريبورت انا اسكت هو يتكلم هو ميت يا ساتر لحظه ايه لحظه مره لا غير كذا سكنات ضبطينها يعني شوف إيه. ريان ماخذ اي سكن ماخذ سكن سلوم غير كذا ما حد يفكر اصلا هذا مقلب ما حد يفكر انه باهل بمقلب زي كذا ما هي فكره غريبه انا مفكر مقطع يوتيوب عادي اصلا عادي هذا بطبوط دخل معنا الله يصحى